مشاهدينا اهلا وسهلا بحضراتكم، معانا حلقه جديده من حلقات برنامج في النور ليوم الاحد 3 فبراير 2019. عندنا موضوعين النهارده، عندنا موضوع مهم قوي عن مبادره نور الحياه اللي اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج ابصار اطفالنا. عمليات وزرع قرنية ومية بيضة ومية زرقاء وعمليات شبكية وعمل نظارات طبية وكشف مجاني على ملايين من طلبة المدارس. هيشرفنا في الفقرة دي الحوار حواليها الأستاذ دكتور إيهاب سعد، استشاري أمراض النظر بكلية الطب جامعة القاهرة، وهيكون معانا تليفونات مفتوحة لحضراتكم، فمن فضلكم أي حد عنده مشكلة في النظر عايز يسأل الدكتور إيهاب فيها أو عايز يعني يستفيد بهذه المبادرة يكلمنا على التليفون. امبارح كان بيكلمني أحد الأحباء من مكفوفي البصر، وقال لي إنه هو تربى في مدرسة للمكفوفين في اسكندرية، وكان بيلاحظ ان في اطفال كتيره جدا كان ممكن بعمليه بسيطه واكتشاف سريع للمرض اللي عندهم ما يبقوش موجودين في المكان ده. فيبدو انه المبادره اللي جاءت باقتراح من وزير التضامن الاجتماعي دكتور غاده والي واللي اطلقها السيد الرئيس من عده ايام هي في محلها ونحن في امس الحاجه فعلا اليها. عندنا فقرة تانية برضو عن نجاح جديد لقوات الجيش والشرطة في القضاء على خلية إرهابية في الصحراء الغربية ناحية ليبيا، بعض تم تصفيته والبعض قبض عليه. أهمية هذا الموضوع ورايحين لفين هنناقش ده مع الدكتور إيهاب مدحت أمين عام المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية. ده عن فقرات الحوار لهذا اليوم. معايا استغاثات أو طلبات للتبرع كتيرة قوي المرة دي الحقيقة. أنا دايما يعني الفترة الأخيرة بقيت أقول برضو حسنا فعل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمبادرة من صندوق تحيا مصر بأن هم هيعملوا 1000 وحدة غسيل كلوي. يعني إحنا بيجي لنا كم رهيب من الناس اللي عندها فشل كلوي واللي عايزة متبرع. هبتدي بمتبرع كنت قلت لحضراتكم ده أحد فناني الكاريكاتير المسيحيين المشهورين جدا واللي قدموا كتير للوطن وللكنيسة، وياريت تساعدونا. مطلوب متبرع بكلية ويكون المتبرع ذكر ويكون فصيل الدم O أو B، وزنه حوالي 67 كيلو جرام، طوله حوالي 167 سنتي، السن من 23 ل 45 سنة، ورقم التليفون 0 120 805 37 78. ده لطلب التبرع بكلية فصيلة الدم O أو بي، الوزن حوالي 67 كيلو، الطول حوالي 167 سنتي، السن من 23 ل 45 سنة. المتبرع يكون ذكر وياريت يكون خالي من أمراض وبالذات أمراض الجهاز الهضمي. رقم التليفون 0 120 805 37 78. أيضا مطلوب متبرع بكلية لفصيلة الدم O أو A، السن من 26 ل 43 سنة، ذكر، جسمه متناسق، خالي من الأمراض. أرقام التليفون 0 120 291 29 26 و 0 115 74 06 34. أيضا مطلوب متبرع بكلية لفصائل دم O أو B موجب، السن لا يزيد عن 35 سنة، الوزن لا يزيد عن 80 كيلو. أرقام التليفون 0 103 404
زيرو، فكده ناقص رقم يا جماعة، مش كده ولا ايه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ناقص رقم، كده ناقص رقم. احتمال يكون 0 100، والرقم الثاني 0 151 150 97 3 برضه ناقص رقم. الغوا بقى دي كلها وتاكدوا من العلاقات العامه ايه الارقام دي. مطلوب متبرع من 23 ل 42 سنه، الوزن اذا كان ذكر ما يزيدش عن 90 كيلو، واذا كان انثى لا يزيد عن 75 كيلو. ارقام التليفون 0 122 3 09 94 01، 0 122 149 45 57. وفصيلة الدم O. مطلوب متبرع بكلية، فصيلة الدم B موجب، السن من 25 ل 37 سنة، الطول من 150 ل 170 سنتي، خالي من الأمراض. أرقام التليفون 0 120 8 26 66 25، 0 127 550 67 91. ربنا يشفي كل مريض. خليني أبتدي بخبر الحقيقة طلعتنا الصحف بالأمس بخبر يعني أثلج صدور عائلات كتيرة بإحالة أوراق أمين الشرطة اللي قتل مع سبق الإصرار. الأستاذ عماد كمال وابنه ديفيد في المنيا، كان من حوالي يمكن شهر وشوية، واتحكم عليه امبارح بالإعدام. ويعني زي ما بيقولوا بحالة أوراقه لفضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه. وهذا الرأي الشرعي خدوا بالكم يحق للقاضي أن يأخذ أو لا يأخذ به. إحنا معانا الأستاذ منير سامي المستشار والمحامي بالنقد والدستورية العليا. مساء الخير يا سيادة المستشار. أهلا، مساء الخير يا أبي. من فضلك يعني هل الحكم ده يعتبر حكم سريع؟ احنا بنشوف ان حالة الاوراق للمفتي دي بتاخد سنين، هل ده حكم سريع ولا القضية مستوفية جوانبها ولا ايه بالظبط؟ لا، هو اولا يعني هو حكم سريع. تمام. لانه من اول جلسة يا فندم. ايوه. هو كان من حق الدفاع اللي حاضر مع المتهم انه ممكن يطلب اجل الاطلاع، ممكن يطلب اجل لمناقشه شهود الاثبات، الا ان المحكمه تتصدى من اولى جلساتها وتقضي باحاله اوراق المتهم الى المفتي، فانا بعتبر ان هذا اسرع حكم صدر في تاريخ القضاء في مصر. طب هل ده يا فندم لان الدفاع ما طلبش، ولا ده لان القضيه من وجهه نظر القاضي مستوفاه بشريط الفيديو وبالشهود و و و؟ لا، اقول حاجه برضه يا استاذ ايهاب. اتفضل سيادة. انا لم اكن متابع للجلسه عشان اقدر اقول. أيوه. ان محامي المتهم طلب اجل للاطلاع او معلش هنعاود الاتصال بسياده المستشار منير سامي، لان عندنا برضو ايه كم تساؤل في هذه القضيه، لانه احنا عارفين انه في نقد، والنقد ده اصلا على ما بيقبل بياخد وقت طويل. فمهما كانت في توجيهات من وزير العدل انه هذه القضيه تنظر سريعا، وده حق الوزير وحق الوطن الحقيقه، يعني انها تنظر سريعا ويحكم فيها سريعا، ما تخضعش لالاف القضايا اللي بتنتظر في الرولز اللي هي بتبقى في المحاكم. لكن النقد مش عارفين هل برضو النقد هيفصل فيه سريعا، ولا محدش هيفكر ان هو يطلب النقد. ولكن ده لا يقلل من هذا الحكم السريع، انا توقعت كده. واذا بسيادة المستشار بيفاجئنا ان ده اسرع حكم بالاعدام في تاريخ القضاء المصري. برضو في حالة ان القاتل معترف ومتصور وفي شهادة شهود بتؤكد الجريمة، وهل كل ده هيعني انه الفصل النهائي في هذه القضية؟ الحقيقة القضية دي استفزت ناس كتير من المصريين، لان كان فيها صلف، وكان فيها، انا دايما حين يعني يضبط الشخص او يحكم عليه انا لا اقول الا كان الله في عونه، ولكن هذه القضية كان فيها صلف، وكان فيها اعتداد بالذات، وكان فيها إهانة في أكتر من لقاء. اللقاء يوم الجلسة، يوم الجريمة واليوم اللي قبله، من المتهم وأخوه، وكان فيه كلام
يعني يعاقب عليه القانون انه يقال لانه كلام على خلفية طائفية وكلام لا يجب ان يصدر من شخص مسؤول. لكن برضو ما زال لدينا بعض من علامات الاستفهام اللي قلتها لحضراتكم، وان شاء الله يعود الينا المستشار منير سامي. طيب اليوم استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتر ألتماير وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بجانب وفد كبير من أعضاء البرلمان الألماني ومسؤولي كبرى الشركات الألمانية. أكد السيد الرئيس أن إرادة الشعب المصري في الحفاظ على أمن واستقرار بلاده وتنميتها خير ضمانة لاستدامة الاستثمارات في مصر. جملة جميلة قوي، يعني الرئيس بيقول أنه إيه اللي يضمن لنا في قوانين وفي وزير استثمار نشيط وفي بنية تحتية قوية وفي رئيس دولة بيقول خبطوا على بابي في أي مشكلة وفي هيئة فض منازعات استثمار. لكن الرئيس قال جملة جميلة الحقيقة، قال إن ما يضمن سلامة واستدامة الاستثمارات في مصر هو هذا الشعب وإرادة الشعب المصري في الحفاظ على أمن واستقرار بلاده وتنميته. وقد استقبل الرئيس اليوم وفد يضم رؤساء وممثلي كبرى الشركات الألمانية بالإضافة لعدد من أعضاء البرلمان الألماني البوندستاج، وذلك بحضور بيتر ألتماير وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، دكتور سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، دكتور محمد معيط وزير المالية، مهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة. وبالمناسبة هقول حاجة ملحوظة، يعني انه في بعض الألقاب من الخطأ ان تؤنس او تجمع، يعني كلمة دكتور او كلمة وزير او وما الى ذلك، حتى لو كان وزير الاستثمار سيدة، واخدين بالكم؟ طيب، السفير بسام راضي المتحدث الرسمي للرئاسة قال ان الرئيس اعرب خلال الاجتماع عن تقدير مصر للدور الذي تطلع به الشركات الألمانية كشريك في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، واوضح أن مصر خطت خطوات كبيرة على صعيد تحقيق تطلعات شعبها في تحقيق الاستقرار على أسس راسخة. أيضا استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم يوكيا أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحضور دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. السفير بسام راضي على خلفية هذا اللقاء صرح بأن الرئيس رحب بلقاء مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأشاد بجهود أمانو لتفعيل الدور المهم لوكالة الطاقة الذرية خصوصا في إطار العمل على ضمان سلمية استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية على مستوى العالم ودعم مساعي نشر السلام والأمن الدوليين وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. عاد إلينا سيادة المستشار منير سامي. سيادة المستشار، كنت بسأل حضرتك عن هل حضرتك كنت بتقولي أن حضرتك ما حضرتش الجلسة فما تعرفش إذا كان الدفاع طلب ولا لأ أجل للإطلاع أو كده، هل القاضي لو الدفاع طلب أجل للإطلاع أو لمناقشة شهود الإثبات أو لغيرها من الطلبات والقاضي لم يستجب، هل ده يقلل من قيمة الحكم أو يفتح الباب أمام نقده بعدم الدستورية أو ما شابه؟ أولا آسف أستاذ إيهاب لانقطاع الخط. لا ولا يهمك. وأعود لسيادتك. تفضل يا فندم. أولا من حقي أنا كمحامي في أولى جلسات المرافعة أن أطلب أجل للاطلاع والاستعداد ولمناقشة شهود الإثبات. وهنا ده بيبقى طلب جوهري يجب على المحكمة أن تستجيب لطلبات الدفاع. أما كون هذه الدعوة وأنا عاوز أقول لأن ما أثير حول وفاة الأب والابن أخذت رأي عام وكانت قضية يعني ممكن تكون، أنا مش عاوز أقول إن المحكمة تأثرت بالرأي العام، لا، إحنا عندنا قضاء نزيه وعندنا قضاء مستقل، ولكن ما لفت انتباهي هو أن يصدر الحكم من أولى من أول جلسة بحالة الأوراق إلى المفتي. أيوه. يعني تحقيقات أخذت وقت قصير جدا ثم إحالة ثم محاكمة ثم إحالة أوراق المتهم إلى المفتي.
كان في برضه سيادة المستشار، كان في الحكم بتاع الولد اللي تم اعدامه بالفعل معتدي على صاحب المقله في سيدي بشر في اسكندريه، برضه افتكر كان خد من اول جلسه، بس ربما الاجل كان اطول من كده لانعقاد الجلسه. لا، محكمه اسكندريه تداولت القضيه في اكثر من جلسه يا هبي، اللي هي قضيه محمود عسليه. قضيه الولد الذي انقض بالسكين وذبح الراجل صاحب المحل. ايوه. اتخذت اكتر من 5 6 جلسات. يبقى احنا معلوماتنا مش مظبوطه. طب سياده المستشار، هل النقد في هذا الحال بقى مع سرعه اصدار حاله الاوراق للمفتي من اول جلسه، هل نتوقع ان تنتهي هذه القضيه برمتها سريعا، ولا النقد ده دايره لوحدها هنخش فيها في وقت طويل وسنين؟ لا، نرجع برضو عشان نتكلم ويكون المشاهد على علم بالقانون. اتفضل يا فندم. النقد هو شق استثنائي. لا يوقف التنفيذ، وما صدر من المحكمه هو احاله الاوراق للمفتي. بمعنى اننا ننتظر الى راي المفتي. راي المفتي المحكمه حددت جلسه 2/4 للنطق بالحكم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان المفتي هياخد الاوراق يدرسها. ايوه. ثم يعد رايا يرسله الى المحكمه. لك ان تعلم استاذ ايهاب. أيوه. ان هذا الراي راي استشاري وغير ملزم للقاضي، يجوز الزام المحكمه به. تمام. يعني ممكن المفتي يرفض الاعدام والمحكمه تصمم وتنطق الحكم في الجلسه القادمه باعدامه. لكن يا فندم، ممكن المفتي لكن حضرتك يقرر اعدامه والمحكمه ما تعدموش. لكن اسمح لي، اسمح لي، حضرتك قلت ان النقض لا يوقف التنفيذ، يعني احنا ممكن نعدم الراجل ولسه النقض ما جاش، وحضرتك تقصد بس في خطوه استطلاع الراي. احنا دايما نقول ان النقض شق استثنائي. ولكن انا هضطر النهارده علشان يصبح الحكم. ليه؟ لان انا لو نفذت الحكم دلوقتي وجه في الطعن بالنقض قبل واعيدت محاكمته. ايوه. يبقى بنقول النهارده في اسباب الطعن بتاعنا ان الحكم مرجح نقضه. وبالتالي بنلتمس ايقاف تنفيذ العقوبه مؤقتا وحتى يفضل في الطعن. وبالتالي انا النهارده القضيه برضو اتخذت مسار راي عام. أيوة. فممكن الطعن بالنقض لا يتعدى شهور معدوده ويقضى فيه. والتعديل الجديد يا ايهاب اللي تم على قانون محكمة النقض. أيوة. لأن المحكمة حينما تتصدى كمحكمة موضوع. أيوة. مش للشكل الحكم. أن تطعن، أن تقضي بقبول الطعن شكلا. أيوة. وفي الموضوع بنقض الحكم والإحالة. أيوة. لكن دلوقتي من حق المحكمة حضرتك تنقض وتتصدى كمحكمة موضوع. طيب يا فندم، أنا بشكر سيادتك جدا، سيادة مستشار منير سامي المحامي بالنقض والدستورية العليا، والذي طمأننا أن هذه القضية لن تطول لسنوات كما تطول قضايا النقد العادية. والحقيقة فن يعني أنه يعني حتى الـ 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 وكالات الأنباء والجرايد قالوا أنه دي خطوة إيجابية، وأنها تعطي راحة للشعب المصري واطمئنان على سير القضاء، أنه لا يستثمر أحد تباطؤ القضاء الغير يعني غير ذي ذنب طبعا، لان القاضي لما يبقى عنده قضايا كتيره جدا وفيها قضايا حساسه جنايات وفيها اعدام وكده، لابد ان هو يراجع جيدا كل كلمه. وفي قضايا بتبقى ملتبسه ودايما يفسر الشك لصالح المتهم، ودايما يقول لك القاضي ان انا تبرئه 1000 واحد خير من اعدام شخص بريء، يعني تبرئه 1000 مذنب حتى. فيعني طبعا دي حاجات حساسة جدا وبتعود لضمير القاضي المصري العظيم. وإحنا دايما بنقول إن إحنا لدينا قضاء شامخ، ودايما بنقول إنه هذا الردع يخلي الناس تفكر 1000 مرة قبل تكرار مثل هذا العمل المستبيح المستهين المتعالي المعتد بالذات، اللي هو كأنه بيقول إحنا مش في دولة. يعني لما أخوه يقول، وأنا مش عارف أخوه متحكمش ليه، بس يعني لما اخوه يقول بقى ايه يلا كلها مش عارف ايه ونخلص منكم، طبعا دي مشكله. هنا بقى عايز اقول حاجه مهمه جدا قبل ما اقول الخبر اللي جاي. جات لي اكتر من كومنت وتليفونات كثيره
لا تليفونات مش كثيرة، لكن جالي تليفون يعني من اخوات وائل سعد الراغب اشعياء سابقا، وكلموني اكتر من مرة على مسألة ان انتوا لما خرجت ادلة ادانة قلتوها، ولما خرجت ادلة براءة ما قلتوهاش. انا يهمني جدا ان انا اوضح هذا الامر الحقيقي. اولا اللقاء اللي بيعاد او اثناء انقطاع البث، وانا فاتني اعتذر لحضراتكم، لكن القناه اعتذرت الكفايه على شريط الاخبار بان ما كانش في حلقه يوم الخميس. في هذا الموقف بيكون من التقاليد والاحترام الاعلامي انه الناس منتظره فلان يوم الخميس، فاحنا لما نعيد حلقه بنعيد حلقه لفلان، تمام؟ وده ساري على الجميع مش عليا انا بس. هذا اللقاء مع نيافه الحبر الجليل انبا دانيال سكرتير المجمع المقدس واسقف المعادي وكل توابعها، لقاء سري وتم الحديث فيه عن أشياء كثيرة. لم يكن الحديث فقط عن قضية مقتل نيافة الحبر الجليل مثلث الرحمات أنبا إبيفانيوس. فاللقاء كان سري، ولأنه كان لقاء سريا زي لقاءات دكتور طارق حجي ولقاءات أنبا مرقس ولقاءات قداسة البابا ولقاءات أنبا مكاريوس في الأحوال الحساسة اللي بنبقى عايزين نعرف إيه اللي بيحصل، لقاءات كثيرة جدا بتبقى معدودة في تاريخ الإعلامي. فلما يعاد هذا اللقاء يعاد لغنى هذا اللقاء وللظرفية اللي قلت لحضراتكم عليها. أما أن يفسر هذه الإعادة على أنه توجيه وعلى أنه إعادة اتهام وعلى أنه متزامن عمدا مع الجلسة اللي ظهرت فيها أدلة، أرجو ألا نتصيد لبعض الأخطاء، لأننا سألت في هذا الأمر وقيل لي أنه أذيع بالخطأ، وانه طبعا مفيش، انا طبعا اللي قال لي الكلام ده انا قلت له واكدت له وجزمت له ان احنا ما عندناش حاجه اسمها كده، ولا يضغط علينا من احد عشان تبقوا عارفين يعني مهما كان، مع احترامنا للكل، كويس. اما بقى الجمله اللي انا قلتها حين انتهت الكنيسه الى قرارات في هذه القضيه اعلناها، وحين انتهت النيابه الى قرارات اعلناها، وحين تنتهي المحكمة إلى قرارات سنعلنها. يعني القضية دي مثلا، وهي قضية حساسة جدا وجرحت كل المصريين وأثرت على سمعة مصر، هل أنتوا شفتوني أن أنا قعدت أقول أنه الجلسة، أنا ما أعرفش الجلسة كانت إمتى وما أعرفش حصل فيها إيه، وما أهتمتش أن أنا أقول لحضراتكم لا المتهم برأ نفسه بإيه ولا المحامي بتاعه قال إيه ولا إيه اللي حصل ولا مين أمين السر ولا الحراسة المشددة. ومع ذلك حين صدر الحكم، الحكم عنوان الحقيقة، حين يصدر حكم في هذه القضية، قضية مقتل أنبا إبيفانيوس، سنعلنه. وإذا كان الحكم ببراءة الراهبين سنكون أول من يفرح وأول من يسعد، لأن إحنا مش غاويين إن إحنا نتهم أباء رهبان بجريمة بشعة زي دي. فأرجو بس إن الناس، يعني أنا مقدر طبعا إذا كان من الأسرة، وانا ما كنتش هتكلم لو كان من الاسره بس، لكن احد افراد الاسره بعت لي بوست بيتهمنا ان احنا قاصدين وان احنا مش عارف ايه وان احنا، معلش مش مشكله يعني، ده كل ده بينور اكليلنا يعني في السماء. لكن الكومنتس بقى، الكومنتس بقى اللي هي ايه، ما تصدق تزيط في الزيطه وتهيص في الهيصه، ودول ناس ما هماش اهل الاشخاص المتهمين، يعني دول قد نعذر أهل الأشخاص المتهمين. أما أن يقر الجميع بالبراءة على فيسبوك وعلى الفراغات الاجتماعية لمجرد أنه في أدلة، يعني إحنا لسنا القاضي، إحنا مش من حقنا نصدر حكم، ومش من حقنا نقول أنه ظهرت بالدليل القاطع. أستاذ مصطفى بكري كان قد أخطأ وقدموا ضده بلاغ للنائب العام وعاد حساباته لما ظهرت أدلة وأوضحها. إحنا لم نقل إلا البيانات الرسمية من الكنيسة من النيابة، وهننتظر من المحكمة، تمام؟ شكرا جزيلا لحضراتكم. افتتح دكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة اسكندرية عمل تطوير القبة السماوية بحضور دكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام محافظة اسكندرية، عدد من قناصل الدول العربية والأجنبية. نخرج نشوف ونرجع مع حضراتكم. في النور الحقيقة.
بحضور الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية والدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق وعضو مجلس إدارة القبة السماوية واللواء أحمد بسيوني سكرتير عام محافظة الإسكندرية وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية، شهدت مكتبة الإسكندرية افتتاح أعمال تطوير القبة السماوية. اليوم نحضر هنا موجودين من أجل إعادة افتتاح القبة السماوية. هذه القبة التي كانت منشأة من قبل ولكن تم تحديثها لكي تواكب تطلعات العصر ولتكون على آخر طراز من التكنولوجيا، ومن أجل إنشاء ومن أجل عمل النشاطات التي تليق بالمكتبة. هذا المكان يضاف إلى أقسام المكتبة الكبيرة والرائعة، سوف يكون إضافة طبعا إلى الأقسام الموجودة، جميع الأقسام طبعا من المتاحف، من قاعة الكتب، من قاعة الكمبيوتر إلى كل ذلك. فبالتالي نحن حريصون في فلسطين وفي القنصلية العامة لدولة فلسطين أن نكون دائما شركاء مع مكتبة الإسكندرية في كل النشاطات وكل المؤتمرات وكل ورش العمل والندوات التي تقيمها. المركز ده بيقدم الحقيقة خدمات متميزة جدا، وخاصة بالنسبة لطلبة المدارس، انه اولا بيقدم لهم العلم بصورة مبسطة جدا، بيبدأ بانه هو يشوف تاريخ العلوم ويشوف ان البلد اللي بينتمي لها تاريخ ولها علماء، والعلماء دول موجودين بالاسماء بالتواريخ، فموجود جناح للعلوم في العصر الفرعوني وفي العصر العربي وبعدين في العصر اليوناني الروماني، فبيحس انه جزء من الحضارة العالمية قبل ما بيدخل على هذا المركز ده في البداية. طبعا المركز او القبة السماوية بتعرض عدد من الافلام العلمية ثلاثية الابعاد. انا مسرور جدا بمشاركتي في هذا الافتتاح، لان طبعا هذا الفعالية كبيرة، والقبة السماوية بصراحة هي بتقدم المسرح، القبة السماوية بتقدم كثير من الخدمات لأهالي الإسكندرية وللضيوف الذين يزورون الإسكندرية، ونحن كالمركز الثقافي الروسي أيضا مثلا نتمنى أن نتعاون مع مكتبة الإسكندرية في هذا الموضوع، وحتى مثلا خلال الأسابيع الماضية أن كان عدة لقاءات كيف يمكننا أن نعمل النشاطات المشتركة في مجالات مختلفة. وخلال الاحتفال أكد الفقي حرصه على حضور الافتتاح، حيث أنه لمس خلال غلق القبة إلحاح ومتابعة جمهور المكتبة لافتتاحها. وخلال الافتتاح أيضا تم عرض عدد من الأفلام التي تحرص القبة السماوية لعرضها، مثل فيلم العالم العربي الحسن بن الهيثم وأفلام الأرض والكواكب التي تشهد دائما استحسان وإعجاب الجمهور. فلا ميخائيل، سي تي في. فنور الحقيقة البان. معلش يجب التنويه على ان اللقطات اللي كانت في الاخر اثناء التعليق بتاع الزميلة فلا دي لقطات من مكتبة اسكندرية بشكل عام، لكن القبة السماوية عبارة عن قاعة سينمائية الشاشة فيها مش محددة قدامك كده وانت شايف اطرافها، لا الشاشة بتشمل كل نص الكورة اللي انتوا شفتوه من بره ده. فالحقيقة أنا يعني كان ليا شرف في أكتر من مكان إن أنا حضرت، وبالذات بقى في مكتبة اسكندرية، واخترنا أنا وابني فيلم عن الفضاء ساعتها، يعني أنت تبقى شايف المجرات وشايف المريخ وشايف بصوا هي شكلها من بره عامل كده، من جوه بقى كل ديت عبارة عن مساحة مشاهدة، فأنت تبقى مستمتع جدا وحاسس إن أنت بتنتقل مع الحاجة وهي بتمشي وأنت جزء من الأجرام السماوية. الحقيقة شيء رائع جدا يعني، ولها جمهور ثابت وزحمة موت على حفلاتها كلها، وعارفين أفلام إيه اللي بتتعرض وموعدها، فهي خدمة لطيفة جدا يعني. طيب دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، دكتور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة المصري، افتتحوا منذ قليل دار الكتب بباب الخلق بعد ترميمها وتطويرها. حضر الافتتاح الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، دكتور خالد العناني وزير الأثار، دكتور شوقي علام مفتي الجمهورية،
العرض المتحفي لدار الكتب بباب الخلق عبارة عن بانوراما لكنوز الهيئة العامة لدار الكتب بباب الخلق، وبيضم أهم مقتنيات الدار بما تتضمنه من مخطوطات نادرة ومهمة وعملات ستعرض بشكل جديد، وبرديات ووثائق وفرمانات ونموذج مصغر للقبة الصخرة، وسيتم عرض المصاحف المملوكية والمجموعة الفلكية والبوصلات والكرة الأرضية وأوائل المطبوعات. رئيس الوزراء في سياق متصل صرح النهاردة أن في مخطط طموح لتطوير منطقة القاهرة الخديوية ومنطقة الفسطاط، سور مجرى العيون، سور الأزبكية، منطقة كورنيش النيل. الحقيقة لو يعني أردت الدقة، يعني من الأفضل والأقدر أن تفرغ القاهرة تماما من سكانها وتكون متحف مفتوح زي منطقة دار الكتب ومنطقة المتحف القبطي ومنطقة المتحف الإسلامي، ومناطق مفتوحة رائعة زي الفسطاط ومجرى العيون ومنطقة القاهرة الخديوية ومنطقة الأوبرا، وحقيقة يعني مناطق القاهرة القديمة والعباسية وباب الخلق وباب زويلة، دي كلها كنوز مفتوحة. أضاف مدبولي خلال كلمته في افتتاح دار الكتب أن أحد أهم أهداف العاصمة الإدارية الجديدة نقل الاستخدامات التي تثقل كاهل القاهرة وإعادة العاصمة لدورها الحضاري والتاريخي، وأكد على أن القاهرة ستظل عاصمة مصر إلى الأبد. وتوجه بالشكر لحاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي على دوره في مصر، ناقلا تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وشكره لحاكم الشارقة خلال افتتاح دار كتب باب الخلق. على فكرة النهاردة على ذكر خالد العناني وزير الأثار، النهاردة تمكنت شرطة الأثار والداخلية المصرية من ضبط تنقيب عن مقبرة أثرية أسفل منزل بيجاور منطقة أهرامات الجيزة، طبعا تنقيب غير مشروع، وتم القبض على المنقبين وحيتم تتبع هذا الحفر إذا كان ممكن يوصلنا لشيء جيد أو لا. أو بالأمس أعلن عن اكتشاف أثري جديد، هو الأول من نوعه في 2019، أول اكتشاف أثري كبير في 3 ينابيع، وفي موضوعات كتيرة قريبا إن شاء الله هيتم الكشف عن افتتاحها واكتشافها. طيب موضوع بقى مهم جدا توقعناه من حوالي شهر وشوية، تحدثنا عنه مع دكتور محمد أبو حامد ومع مارجريت عازر عضو مجلس النواب، أستاذة منى منير. وحدث اليوم أن تقدم رئيس ائتلاف دعم مصر زعيم أغلبية في مجلس النواب دكتور عبد الهادي القصبي، تقدم اليوم بطلب رسمي موقع من 5 عدد نواب البرلمان لرئيس مجلس النواب دكتور علي عبد العال لاقتراح تعديل عدد من البنود والمواد في الدستور. وقال القصبي أنه قدم الطلب خلال استقبال دكتور علي عبد العال له في مكتبه مجلس مقر المجلس، وأشار إلى أن الطلب يشمل مقترح بعدد من التعديلات الدستورية بعد التوقيع عليها من جانب عدد كبير من الأعضاء. وكان رئيس ائتلاف دعم مصر قال خلال اجتماع بمقر الائتلاف أمس أن التعديلات تأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014 والتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات. إذا كانت هذه التعديلات تقترح تعديل في مدة الرئاسة أو عدد المدد، فإذا تكون هذه التصريحات هي مجرد بالونة اختبار لاستقبال الرأي العام لفكرة تعديل الدستور، ونقول إنها بتتحدث عن ضمان حريات أكتر، وبعد كده لما تعدي دي نبقى نقول بقى إن من ضمن مكتسبات الدستور ومكتسبات الوطن الحفاظ على الرئيس اللي أنجز كذا وكذا وكذا. وأنا مع هذا الفكر، ولكن مع الشفافية لألا تدار هذه المسألة بشكل ضرنا قبل كده في عدم إدارة جيدة لترسيم الحدود لو تفتكروا مع السعودية، وعمل لنا جر علينا مشاكل وإدى فرصة للناس إنها تعمل أبطال وإنه تيران وصنافير وبيننا وبينها الدم والكلام دوت. لكن أرجو أن نكون شفافين وفيما نريد. إذا كنا نريد تعديلات دستورية من أجل شيء محدد نقوله، إذا كنا نريد من أجل كذا شيء نقوله.
تمام. طبعا دكتور علي عبد العال حال هذا الطلب للجنة العامة وحيناقش في اللجنة العامة في أقرب وقت وبس، خلاص مش عايز أقول حاجة تانية. طيب، نقابة الصيادلة في مصر نظمت برنامج اسمه Top Managers لتأهيل الصيادلة لتولي المناصب القيادية والإدارية ليتميزوا في المجالات الطبية الخاصة بهم. شارك في فعاليات هذا التدريب عدد كبير من الصيادلة والخبراء المتخصصين في هذا المجال، وأنا سعيد أن نقابة الصيادلة في ظل ما تمر به من أزمات وجلسات قضائية و بتقوم بهذه الفعاليات، وهذا ما يجب أن يكون. نروح نشوف تقرير ونرجع مع حضراتكم. في النور الحقيقة تبان. احتفل صيادلة الإسكندرية أمس بتخرج دفعتين الخامسة والسادسة من برنامج توب مانجرز لطلبة كلية الصيدلة. الدفعة الخامسة والسادسة دلوقتي احنا بنحتفل بيهم في البرنامج. البرنامج طبعا توب مانجر ده برنامج معد للصيادلة الحكوميين لتدريبهم وتأهيلهم على المهارات القيادية لتولي مناصب إدارية عليا، وده حاجة جديدة موجودة في الصيادلة لأول مرة في تاريخ النقابات. طبعا نقابة صيادلة الإسكندرية بتقف جنب الصيادلة، وقطاع الصيادلة الحكوميين قطاع كبير ليه متطلبات كبيرة، ومن أهمها كانت أول ما كنا مسكنا النقابة من 3 سنين أو 4 سنين لقينا أن هم لا فيش أي صيدلي بيتولى أي منصب قيادي خالص على مستوى الجمهورية. ومن هنا جت فكرة برنامج توب مانجر من دكتور محمد أنسي نقيب الصيادلة، وبرنامج بيعد الصيادلة الحكوميين على مستوى إسكندرية، محافظة إسكندرية بالكامل في كل قطاعات الحكومة، جامعة وتأمين صحي ووزارة الصحة ومستشفيات علاجية، إلى أن هم يتولوا المناصب الحكومية عن طريق أن هو بيدربهم على المهارات القيادية، بيدربهم على قانون العمل، بيدربهم على بعض أساسيات في الماليات. كل ده بيؤهل الصيدلي أنه يمتلك المهارات الأساسية للإدارة. طبعا احنا النهاردة بصدد تخريج الدفعة الويف الثالث من التوب مانجر اللي هو للصيادلة. طبعا البرنامج ده برنامج علمي وبيؤهل الصيادلة لتولي المناصب القيادية، وبيثقل من معلوماتهم وبيؤهلهم لكثير من المناصب. طبعا احنا عارفين ان دور الصيدلي دلوقتي ما بقاش هو اللي كان معروف زمان ان هو بس جاست ان هو يصرف دواء او كده. دلوقتي دور الصيدلي طبعا بقى اكبر من ذلك. تضمن الاحتفال تخرج 120 صيدلي قيادي في الإدارة بحضور نقيب صيادلة الإسكندرية الدكتور محمد أنسي الشافعي وعدد كبير من أعضاء النقابة والطلبة. طبعا الموضوع فادني جدا. في خلال 3 شهور كان كورس مكثف في تعليم الإدارة وتنظيم المعاملة مع الناس والمعاملة مع أن أنت تبقى قائد لفريق تحتك، وده فعلا فادني. أنا فعلا لما اتنقلت المديرية مع قادة طبعا تحت المديرة بتاعتي، بس فادني في ان احنا التعامل مع المستشفيات والتعامل مع مكاتب الصحة والتعامل مع الفايدة في ان احنا بنخدم الناس ازاي. كورس بالنسبة لنا كان شامل حاجات كتيرة تخص الصيدلة في نفس الوقت الإداريات، لان الصيدلة حاليا او الصيادلة بيبقوا عندهم ان هم يعني يتولوا مناصب بقى إدارية عليا، فالكورس كان بيلم حاجات كتيرة خاصة بالماليات حتى طبعا شغل الصيادله المعروف، الانفكشن كنترول، اي حاجه تخص المستشفيات وكل البرانشز الموجوده في الاداريات يعني كان موجود في الكورس. جدير بالذكر ان برنامج توب مانجرز هو احد البرامج التي تنظمها نقابه صيادله الاسكندريه لتأهيل طلبة الصيدلة لتولي مناصب إدارية حكومية بوزارة الصحة وكذلك الهيئة العامة للتأمين. فلة ميخائيل، سي تي في. في النور الحقيقة تبان. استقبلت اليوم السيدة انتصار السيسي قرينة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة الشيخ دكتور سلطان محمد بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. أعربت السيدة انتصار السيسي عن ترحيبها بالشيخة جواهر في بلدها الثاني مصر. أشارت إلى اعتزاز مصر بعلاقاتها الأخوية التاريخية بدولة الإمارات وما يجمعهما من تعاون وثيق ومصير مشترك، مؤكدة ما يربط الشعبين المصري والإماراتي من علاقات وأواصر مودة. ومن جانبها
وجهت الشيخة جواهر بنت محمد الشكر للسيدة انتصار والشعب المصري على حفاوة الاستقبال، مؤكدة المكانة الخاصة التي تحظى بها مصر لدى الشعب الإماراتي وما تمثله كمصدر إلهام لغيرها من المجتمعات العربية في ظل ما تتمتع به من حضارة وتاريخ عريقين. تناول اللقاء عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصا وضع المرأة العربية، سبل دفع جهود الارتقاء بمكانتها الاجتماعية والاقتصادية في ظل دورها الحيوي والرئيسي في المجتمعات العربية، فضلا عن الموضوعات الخاصة بالأجيال الجديدة من الأطفال والشباب العرب، دور المؤسسات الاجتماعية في دعم مسيرة التنمية، دعم قدرات الشباب والأطفال، بحث آليات تعزيز التعاون بين الجانبين في هذه المجالات. طبعا أنتوا تعلموا أنه دي أيضا من القوى الناعمة شديدة الأهمية، لقاءات قرينة يعني قرينة رئيس كل دولة مع مثيلاتها من الدول الأخرى وبالذات الإمارات. الحقيقة إحنا عندنا توأمة رائعة بين مصر والإمارات، وإحنا يعني الإمارات أنتوا عارفين قد إيه يعني تمسكت بأسباب التقدم واستطاعت أن تنتقل إلى مصاف الدول الرائعة، دول التنموية، دول المتقدمة، دول الحب الآخر وقبوله، وهي دولة جميلة يعني. طيب أنتوا عارفين أنه في مؤتمر عن الأخوة أيضا بالإمارات، وهذا المؤتمر شديد الأهمية عن الإخوة والتسامح الديني، وكان فيه كلمة شديدة الأهمية النهاردة لوزير التسامح بحكومة الإمارات العربية المتحدة. هذا المؤتمر يأتي أهميته أيضا من حضور البابا فرانسيس، بابا الكاثوليك الجميل الرائع، والغادر القاهرة للالتقاء به في هذا المؤتمر دكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، تصدر عن هذا المؤتمر فعاليات وآليات لإدارة التسامح الديني بين الأديان والطوائف المختلفة في العالم. النهارده كان في كلمة للدكتورة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزير الدولة لوزير الشؤون الهجرة ووزير الدولة المصرية للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وأوضحت في تصريحات صحفية أن علاقات مصر والإمارات نموذج يحتذى به في التسامح وقبول الآخر والخبرات المشتركة في إعلاء القيم الإنسانية، وأن هي اقترحت وضع استراتيجية عربية تحت مظلة الجامعة العربية لإعلاء القيم العربية الأصيلة وقبول الآخر. وهذا المؤتمر يعد حدث تاريخي يتزامن مع زيارة الشيخ أحمد الطيب وبابا الفاتيكان. أكدت السفيرة نبيلة مكرم في كلماتها أمام المؤتمر العالمي للأخوة أن مفهوم الأخوة الإنسانية واقع يتحقق في كافة ملفات وزارة الهجرة، خاصة أن الوزارة تعنى بالملفات الإنسانية كأساس لمنطلق اقتصادي أو ثقافي. الحقيقة كلام ده كلام سليم، والدكتورة نبيلة عملت على ده في لقاءات كثيرة مع المصريين في الخارج من علماء ومثقفين وشباب وأصحاب وأبناء الجيل الثاني والثالث في أكثر من لقاء من المسلمين والمسيحيين المصريين في الخارج. أيضا أوضحت أن التعامل مع المصريين في الخارج بتنوعهم المهني والمكاني والسني نوع من الإيحاء الإنساني الذي دفع القيادة السياسية المصرية لإعادة وزارة الهجرة بعد 20 سنة من إلغاء. تعالوا نروح لمعرض الكتاب اللي قرب يخلص وأنا لسه ما زرتوش وزعلان، أحاول أن أنا بكرة أزوره بأي شكل. دور المجلس القومي لشؤون الإعاقة بمعرض الكتاب، حول هذا الدور وعرض أهم المنتجات اللي بيقوم بها خلال فترة إقامة معرض الكتاب ونسبة الإقبال على هذا الجناح، قام البرنامج بإعداد هذا التقرير. نشوفه ونرجع مع حضرتكم. في النور الحقيقة البان. ضمن الخدمات التي يقدمها معرض الكتاب في نسخته 50 خدمة الإتاحة لذوي القدرات سواء في طرق تنقلهم أو في دمجهم، فهذا مثلا جناح للمجلس القومي لشؤون الإعاقة يقدم منتجات لأصحاب القدرات إضافة لندوات شبه يومية تحكي قصص نجاح أصحابها الذين تحدوا ظروفهم وحققوا ما يفخرون به. احنا موجودين السنة دي في دورة معرض الكتاب 50 واحتفالا باليوبيل الذهبي
عندنا عدة فعاليات وأنشطة خلال أيام المعرض، من ندوات وورش توعوية وورش فنية مع الأطفال متعددة في جناح الطفل، كمان بالإضافة لجناحنا هنا في بلازا 2. جناح المجلس السنة دي قدرنا نوفر فرصة عرض منتجات ثقافية وتراثية وفنية لأكثر من 150 فنان من الأشخاص ذوي الإعاقة. بالنسبة للكتاب هو سيرة ذاتية لحياتي، بدءا من الطفولة والتعليم والعمل، على اعتبار أنه غريبة شوية أنه أحد المعاقين أو أحد أصحاب الظروف الخاصة بهذا الشكل يعمل كمذيع أو مذيع هوا لأول مرة تقريبا يعني. فدي بحكي بالتجربة وبحكي التجربة الحياتية عموما، دي من ناحية. من ناحية تانية بالنسبة لشغل المجلس عموما، أنا شايف أنه في طفرة حاليا بشغل المجلس بصراحة، وخصوصا في اللي أنا شايفه دلوقتي بالنسبة للمعروضات أو بالنسبة لفعاليات المجلس. أنا مبسوطة جدا أن احنا موجودين النهاردة في جناح المجلس. زمان كان كل مرة بيبقى في معارض وحاجات بس مش عادية، لكن النهاردة الجناح بتاع المجلس كان أول مرة يبقى موجود عرض كويس. وامبارح كلمونا كمان المؤسسة المصرية لحقوق السم، قالت لنا تعالوا اعرضوا المنتجات بتاعتكم هنا في معرض الجناح بتاع المجلس القومي لشؤون الإعاقة، وفي حاجات كتيرة كمان حلوة، مش احنا صم بس، ده كمان كل الإعاقة. ولذلك انا اتحمست ان انا اجي واشارك في حاجة زي كده. الجناح الذي تجده ما بين صالة 3 وصالة 4 يقدم مشغولات يدوية واعمالا فنية صنعها مشاركون في جمعيات من اصحاب الإعاقات الحركية او السمعية او البصرية. وجناح المجلس يمثل فرصة لهم في عرض منتجاتهم، وهي تصادف رواد الحدث الثقافي التي ربما جاءت بهم الصدفة إلى هذا الجناح. حقيقة منبهرت جدا، لأن ما توقعتش أن تكون دي شغل يدوي للمعاقين خالص، والمستوى يعني فوق الرائع، لأنه ما يفرقش خالص عن أي حاجة لأشخاص طبيعيين. طبعا جاي معرض الكتاب تبع رحلة، فبتجول في المعرض ففوجئت أن في ركن أو صيد للمجلس القومي لشؤون الإعاقة، فمعايا زوجتي فقلت لها تعالي نشوف في إيه. شفت المنتجات بصراحة ما شاء الله، فهم قالوا لي دول شغل إنتاج معاقين فوق 18 سنة أو في نفس السن، يعني أنواع جلد طبيعي وأنواع خشب وأنواع ميداليات وأنواع يعني شغل فيها تقنية عالية، يعني الصحيح أو السليم ما ممكن ما يوصلش لنفس الانتاج ده او المنتج ده او بالمهارة دي. اذا لم تزر معرض الكتاب حتى الان فنصيحتي الا تضيع الفرصة، المكان يمثل خبرة لتبادل الثقافة واصطياد الكتب المناسبة لك مع انشطة متنوعة، بعضها يقدم للكبار وبعضها الاخر ملائم للاطفال ويروق للاسرة التي تجد فيه نزهة تبدو مختلفة. الحقيقة معرض القاهرة الدولي للكتاب السنة دي بيعمل حاجة مختلفة شوية، وهي توفير مخاطب لغة إشارة للصم والبكم في أماكن كتير من المعرض. كمان المجلس القومي لشؤون الإعاقة له جناح كامل ما بين صالة 3 وصالة 4 بيقدم فيه منتجات كتير عاملينها أخواتنا وولادنا وأهلنا من أصحاب القدرات الخاصة. فريد إدوار، سي تي في. في النور الحقيقة تبان. الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات يؤكد أن مصر تقود القارة الإفريقية للتنمية وهي تمتلك عديد من المقومات أهمها المياه. خلال اجتماع لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة طارق رضوان ومناقشة خطة وزارة النقل في التواصل مع القارة والمشروعات المشتركة، بيكمل دكتور هشام عرفات تصريحاته بيقول مصر في علاقتها مع أفريقيا لا تنظر لمصلحتها، وإنما هدفها الأساسي تنمية وخدمة القارة، وهو ما سيحقق لمصر الريادة. وأشار إلى أن هناك مفهوم مغلوط بأن هيئة السكك الحديد في مصر هيئة اقتصادية، ولكن الحقيقة أنها هيئة خدمية تقدم خدمات لكافة الجهات. وقال أن مصر بتهتم بتنمية أفريقيا بهدف التطوير وليس بهدف المصلحة الخاصة لمصر، مؤكدا على أن غياب الربط المباشر بين دول أفريقيا يؤثر على عملية التنمية. احنا كان عندنا مشروع زمان رائع لسكك حديد كانت بتوصل لغاية أماكن بعيدة جدا جدا في أفريقيا. أخيرا يقول وزير النقل نسعى لإعادة منظومة النقل النهري، وهو القطاع الذي كان يعاني كثيرا بسبب دعم الدولة للمحروقات،
وكلما كان هناك دعم المحروقات يتم الاتجاه للنقل السهل عن طريق الاسفلت. لا، ما احنا خلاص بنقول بقى دلوقتي في توجيهات من رئيس الوزراء بانه كله يتحول للغاز الطبيعي. لو قدرنا نعمل منظومه النقل النهري مره تانية تشتغل بالغاز الطبيعي هيبقى الموضوع ده لطيف جدا. طيب، عدد كبير من الحقوقيين نظموا حلقة نقاشية حول قانون الجمعيات الأهلية اللي هينتهى من مسودته قريبا، واللي نظمت الحلقة هي مؤسسة المحروسة للتنمية بهدف فتح قنوات اتصال مع المجتمع وعرض كافة الآراء حول هذا القانون. نروح نشوف ونرجع مع حضراتكم. في النور الحقيقة تبان. بهدف الخروج بقانون يناسب أصحاب الجمعيات الأهلية وتراه الدولة المصرية مناسبا، عقدت مؤسسة المحروسة للتنمية جلسة نقاش حول ما آلت إليه آراء المؤسسات العاملة في المجتمع المدني بعد حوار قادته الدولة عقب الإعلان عن تعديل القانون الذي تعمل وفقه منظمات العمل الأهلي ويشوبه الكثير من الملاحظات. مؤسسة المحروسة من البداية اهتمت بقانون العمل الأهلي من ساعة ما السيد الرئيس صدق عليه في 29/5/2017. من بعدها بدأنا ان احنا ننظم مجموعة من الفعاليات اللي بتوضح ان القانون في تهديدات حقيقية على عمل وفعالية وأنشطة المؤسسات المجتمع المدني المصري. ساعتها في الوقت ده ما كانش في حد بيواخد مبادرة لمناقشة ما هو موجود داخل القانون، فاحنا خدنا المبادرة ديت وبدأنا ان احنا نطور مجموعة من أوراق العمل الخاصة بالتحديات اللي ممكن تواجه مؤسسات المجتمع المدني في حال تنفيذ هذا القانون. اتكلمنا على حرية الإنشاء لأنه ده تطبيق لنص الدستور انك تنشئ الجمعية وبالإختار ولا تدخل في شؤون الجمعيات وما فيش عقوبات سلبة للحرية في القانون. ثم التمويل، احنا اتفقنا على الآتي: التمويل انه لابد من حرية الجمعيات في تكوين مواردها وفي الحصول على الموارد، لكن عندنا شرطين: ان الحكومة تعرف كل ما يرد الى المنظمات، واديناها شهر، في هذا الشهر في مقترحات اغلبها يعني ان احنا ندي مساحة شهر انه الجمعيات تخطر الجهة الرسمية. الجلسة ضمت عددا كبيرا من أصحاب مؤسسات مجتمع مدني وبعض من يعملون في مجال التنمية منذ سنوات، يطرحون أفكارهم وملاحظاتهم حول القانون وإشكالياته وما يمكن الخروج به من محاور اتفاق بعد نقاشات موسعة مع وزارة التضامن الاجتماعي. أهم التوصيات طبعا احنا بنتكلم على موضوع، يعني ثلاث موضوعات رئيسية: الإشهار، احنا بنأكد على الإشهار للجمعيات لابد أن يكون بالإختار، بنأكد على يعني موضوع التمويل، تكون هناك آليات للتمويل للحصول الجمعيات على التمويل، آليات سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت نضمن سلامة وأمن الوطن بالخاص التمويل الأجنبي. ايضا بنقول حل الجمعيات ما يبقاش يعني مش كل حاجه بنقدر نحل بيها جمعيات، ولكن نحل جمعيات اللي هي المخالفه بمخالفات جسيمه. ايضا بنتكلم عن العقوبات، احنا بندعو الى الغاء العقوبات السالبه للحريات خاصه في المخالفات الاداريه البسيطه. شوف، القانون 70 المنظم لعمل الجمعيات الاهليه في مصر منذ لحظه صدوره وهو مسار لجدل داخل المجتمع المصري. في 3 نوفمبر الماضي رئيس الجمهورية استجاب لهذا الجدل وطلب إدخال مجموعة من التعديلات على هذا القانون. بناء عليه اجتمعت الحكومة وخدت قرار بتشكيل لجنة تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي للنظر في التعديلات المقترحة من قبل الجهات المعنية بهذا القانون. حالة الحوار المجتمعي من أجل ضمان استماع صناع ومتخذ القرار لمطالب المنظمات الأهلية هو أحد أهداف هذه الفعالية، مع تمسك بقانون يلبي التطلعات نحو مجتمع مدني فاعل ومؤثر يشارك في تعزيز التنمية والحقوق بشكل حقيقي. حوار مجتمع كبير عملته وزارة التضامن الاجتماعي بعد دعوة رئيس الجمهورية لتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لعام 2017. المفروض أن الحوار انتهى. النهاردة مؤسسة المحروسة، واحدة من مؤسسات المجتمع المدني، بتعمل جلسة بتناقش فيها التوصيات والأفكار والمقترحات اللي خرج بيها الحوار المجتمعي، والهدف هو تقديم بلورة نهائية للأفكار علشان تتاخد بعين الاعتبار قبل الصياغة النهائية لمسودة القانون.
فريد ادوار، سي تي في. في النور الحقيقه تبان. احنا بنحاول نتصل باي حد من الساده اعضاء المجلس. دكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب موجود في مؤتمر، فغصب عنه مش قادر يدلي بتصريحات حوالين هذه التعديلات اللي تقدم بها رئيس ائتلاف دعم مصر. لكن في عدد من الساده النواب يعني مع الاحترام وحفظ الاسماء مش عايزين يعلقوا حوالين هذا الموضوع، مش عارف ليه يعني، بس احنا ما زلنا مستمرين في البحث في هذا الموضوع. تمكنت شرطة مطار الغردقة الدولي، ده خبر مهم جدا برضو، من ضبط راكب يحمل جنسية أجنبية ومعاه 26 قطعة أثرية داخل الأمتعة الخاصة بتاعته. طبعا تم التحرير محضر بالواقع وجاري العرض على النيابة العامة. البداية أثناء إنهاء إجراءات سفر أحد الركاب على متن رحلة متجهة لتركيا. اشتبه رجال الأمن والجمارك بالمطار، مطار الغردقة فيه، وطبعا على أساس بقى مطار الغردقة سياحة بقى وكده، ويعني الناس ميوهات بقى وبرانيت وهبة، ما حدش هيفكر يعني. لكن نشكر رجال الضبط والجمارك عندنا صحيين. وأثناء تفتيشه بقى بناء على هذا الاشتباه عصر بحوزاته على 26 قطعة يشتبه في أثريتها مخفاة ضمن أمتعته، تمثال الأشابتي بطول 24 سنتي مصنوع من الطين المحروق ملفوف بالكتان مدون عليه كتابات هيروغليفية، ثلاث قطع تماثيل من توابيت فرعونية مدون عليها كتابات هيروغليفية. الأشابتي ده كان كلمة أشابتي معناها حارس في الهيروغليفية المصرية القديمة، وكان لإيمان الفراعنة بوجوب حراسة التابوت اللي بيحوي مومياء هذا العظيم المصري القديم، وغالبا بيكون في مومياوات النبلاء والحكام والفراعنة، كانوا بيتحط أعداد كبيرة من هذا التمثيل، هذا التمثال الأشابتي، تلاقيها موجودة بعدد كبير ولكنها أصلية ومهمة إذا ثبت أنها فعلا قطع أثرية، وإذا لم تكن قطع أثرية فلماذا يهرب بها من المطار دون الإبلاغ عنها إذا كانت نموذج أو نسخ مقلدة. آخر خبر معايا النهاردة قبل ما نستقبل ضيفنا الكريم في برنامجنا، أنه وزارة الخارجية في إطار حرصها على سلامة ورعاية المواطنين المصريين في الخارج، تكللت جهود الوزارة بالنجاح في الإفراج عن 5 بحارة مصريين محتجزين من السلطات الإيرانية بتهمة دخول المياه الإقليمية الإيرانية بشكل غير شرعي على متن مركب صيد سعودي. بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بهم، الوزارة بتأكد أنه البحارة في حالة جيدة بعد ما تم الإفراج عنهم، والوزارة حرصت على التأكد من سلامتهم خلال فترة احتجازهم، بمعنى أنه ما حدش تعرض لهم بأي سوء، والحمد لله على سلامتهم. شكرا سيادة الوزير السفير سامح شكري وزير الخارجية المصري، اللي بيطير أيضا لحضور اجتماع لوزراء خارجية أوروبا الدول العربية، ممكن يكون تفاصيله معانا بكرة إن شاء الله. نخرج لفاصل ونرجع مع حضرتك.